أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم. نلتقيكم على الخير والبركة في شهر الخير والبركة، شهر رمضان الكريم، حيث أبواب السماء مفتوحة. نحن أيضا نفتح أبوابنا لاستقبال زوارنا، وهؤلاء الزوار منهم من يبقى ويمكث معنا، ومنهم من يغادرنا سريعا. واليوم نرحب بضيف حلقتنا. هل تعرفون من هو؟ إنه الذي يظهر خبايا قلوبنا ويكشفنا أمام الآخرين، وهو الذي صونه زينة لصاحبه. فمن يا ترى سيكون زائرنا اليوم؟ تعالوا نتعرف عليه. أنا جميل وجليل، ومن شيم الكرام، لي حلاوة في أفواهكم وصدى في السماء، أبيض كتابكم وأزيد حسناتكم. أنا لا أمكث في مكان واحد مع الفحش والبذاءة، نقي أنا كالماء الزلال، لا شوائب تشوبني، وأنا أكثر الجوارح حسابا وعذابا من الله سبحانه، ولذيذ الطعم أنا عندما تكرموني، ولهذا تستضيفوني في شهر رمضان وتحبون وجودي وترغبون بصحبتي، تتمسكون بي بشدة في نهار صيامكم، تستطيعون بسهولة التحكم بزمام الحصان في الشهر الفضيل. أما في بقية العام وما يمر من الأيام، تقفلون أبوابكم بوجهي وتطردوني، فتتركون العنان للحصان يقودكم إلى كل شر وهلاك، وتبعدوني عن ساحة أخلاقكم، بينما أنا أسير بكم نحو الفلاح والصلاح. أرجوكم رحبوا بي دوما ولا تتركوني. ضيف عزيز، هو ضيف حلقتنا، هو المنجي، لأن صاحبه هو القائد للهلاك، إن خنته خانك كما تقول الحكمة، وإن صنته صانك. نعم أحبتي، ضيفنا هو صون اللسان. اللسان ذلك العضو الحساس الذي يراقبه الملكان ليلتقطان ما يخرج منه، كما في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وطبعا في شهر رمضان يكون له الحصة الكبرى من اهتمامنا، فنسعى أن نصون ألسنتنا عن قول الفاحش والبذيء، ونطبق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول: سلام عليكم إني صائم، إلا قال الله تعالى: استجار عبدي من عبدي بالصيام فأدخلوه جنتي. وهكذا نردد: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، ونبتعد عن بذاءة اللسان والمراء والغيبة والنميمة. وكذلك لا ننسى قصة المرأة الصائمة التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسب جاريتها، ونرددها، إذ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها بطعام فقال لها: كلي. فقالت: أنا صائمة يا رسول الله. فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم. Thank you.
أحلاها من صفة هذه، حين نرى إن كل إنسان منشغل بنفسه لا يذكر الآخرين إلا بالخير، ويترك الكلام الفاحش الذي لا فائدة فيه غير تعكير صفاء الروح وتبعدها عن ساحة الله. فلنتخيل عالم جميل بلا سب ولا شتم ولا استهزاء وتقريع وتجريح وتنمر. نعم، إنه عالم نعيش في أيام شهر رمضان. ولننظر قليلا فيما حذرنا منه وأوصانا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا لنستمع صديقنا فواز. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك، ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك لسانك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ثم قال: ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه. سبحان الله، ما هذا التأكيد على ضرورة صون اللسان وحفظه؟ فلا يعرف العبد حقيقة الإيمان حتى يسيطر على لسانه ويعرف ما يقول ومتى يقول. إذن أحبتي، بعد أن عرفنا كل هذا، هل يجدر بنا غلق الباب أمام زائرنا الرائع هذا؟ أم نتمسك به بكلتا يدينا كما نمسك بأعزائنا ونرفض مغادرتهم؟ أترك الجواب لكم. والإنسان أحبتي عندما يتكلم ونعرف منطقه، نستطيع تقييمه ونستطيع أخذ فكرة كاملة عنه وعن مبادئه وطريقة تفكيره. وجميل أن نعرف رأي إمامنا يماني آل محمد في ذلك. ولننتقل إلى صديقنا فواز ونستمع معا. من نصائح الإمام أحمد الحسن عليه السلام يقول: الاستهزاء والسب والشتم والتنابز بالألقاب والتعرض لأعراض الناس وكل خلق لا يرضاه الله فهو منبوذ مرفوض رفضا قاطعا عندنا، لا نقبله ولا نقبل أن يتخلق به أحد من المؤمنين والمؤمنات. وكلامنا هو ثمارنا، كما أن الثمار تدل على نوع الشجر، فكلامنا يدل على أخلاقنا. وينبهنا إلى هذا الإمام عليه السلام حين يقول: من ثمارهم تعرفونهم. لقد اعتاد الناس على خزن وصون الأمور الثمينة، ولكن مع ذلك كثير منهم لا يبالون باللسان، فيفرطون في المحافظة عليه وصونه. ولكن هل يمكننا أن نتعامل مع ألسنتنا كما نتعامل مع أشياءنا المهمة كأموالنا وأوراقنا الرسمية؟ فلا نخرجها إلا عند الضرورة، وحتى لا نندم ولوم أنفسنا بعدها، لأن الكلمات أن نطقها الإنسان وخرجت من فمه فلا يمكن إرجاعها إذا آلمت فقيرا أو أهانت مؤمنا.
ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الكلمة الطيبة صدقة، فهل هنالك أسهل من هذه الكلمة نتلفظ بها فنجني الصدقات؟ وهل يبقى لنا بعد كل ما عرفناه إلا أن نعانق هذا الزائر الكريم في شهر رمضان ونستمر بمعانقته بعد انتهاء الشهر أيضا؟ والسؤال الأخير لكم مشاهدينا، من سيكبح جماح حصانه هذا؟ ومن سيصون لسانه؟ وصلنا أحبتي إلى ختام لقائنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.